أما بعد، ندرس بإذن الله تعالى ما يتعلق بفقه الصيام، لكن يعني لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ لماذا ندرس فقه الصيام ولا ندرس مثلا فقه الحج مثلا؟ لماذا؟ الوضع الوقت شهر رمضان على لأن العبادة لا يمكن أن تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون الصيام صحيح إلا بمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام، ولأن الإنسان قد يقع في شيء من محظورات الصوم أو المفسدات يعني أو مفترات الصيام وهو لا يدري ويكون صيامه باطل. ثم أن الآن الذي يعمل بلا علم، الذي يعمل بلا علم في شبه من؟ يعمل بلا علم النصارى، بالنصارى. والذي يتعلم ولا يعمل في شبه باليهود غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. إذا هل تريد أن تكون من هؤلاء أو من هؤلاء؟ لا. إذا لا بد أن تتعلم فقه السير، هذا سبب اختيار الدورة في فقه السير. إن شاء الله يعني هذه الدورة تكون دورة ميسرة سهلة جدا، ونعرف في هذه الدورة منها أشياء معروفة عندنا، لكن نريد أن نتداخل هذه المسائل. كل واحد منا الحمد لله صوم. ما هو الصيام؟ حكم الصيام حيام صيام شهر رمضان، على من يجب الصيام؟ من الذي يجب عليه أن يصوم؟ ما هي مفسدات الصيام أو المفطرات؟ ما هو مستحبات الصوم؟ نريد أن نعرف شيء عن زكاة الفطر، صلاة العيدين، صلاة التراويح، الاعتكاف، صيام النافلة، وصيام الصيام المحرم والصيام المكروه. هذه المسائل إن شاء الله تعالى ترد معنا، مهمة جدا. صحيح؟ نعم، نمر عليها إن شاء الله تعالى ونلخصها.